السيد محمد ابراهيم وزير الداخلية. لو سمحت ممن قتل زملائنا، واحنا الحمد لله في الفتره اللي فاتت حققنا نجاحات على الارض غير مسبوقه، اخرها يمكن من يومين في الشرقيه تم تصفيه 5 من اخطر العناصر يعني بيت المقدس مشتركين في حوادث كثيره منها حادثه فرفرة. نوجه ضربات استباقيه لكل الجماعات اللي موجوده شعبنا العزيز، وكل ده مش هيجي غير بالصبر وبالجد وبالمصابرة من رجال الشرطة.